ازيكم واهلا بيكم في فيديو جديد. بتمنى لكم الستر والصحة وراحة البال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. انتوا مش متعودين ان انا بدخل اسلم عليكم على طول، دايما بيبقى في مقدمة، بس قضية النهاردة مليانة تفاصيل كتير جدا مش محتاجة مقدمة. يلا بينا نتعرف على بطلة قصتنا بروكي لي ويست. اتولدت بطلة قصتنا بروكي لي ويست يوم 28 يونيو سنة 1953. نشأت في بيكرسفيلد في كاليفورنيا، لكنها انتقلت كتير في بداية حياتها مع عائلتها. طفولة بروكي كانت مختلة بمعنى الكلمة، لكن قبل ما نتعرف على طفولتها لازم نرجع لفترة كبيرة من الزمن هنتعرف فيها على والديها ليوري وكريستين. خلينا نبدأ الأول بكريستين. اتولدت كريستين خلال فترة الكساد العظيم، ودي كانت فترة هزت العالم اقتصاديا في بداية القرن العشرين وانتهت في الاربعينات. نشأت كريستين في فقر عيلتها، بخلاف الفقر المادي والمعاناة اللي عاشتها مع عيلتها، الا ان دي كانت تقريبا فترة طبيعية في حياة اي طفل مقارنة باللي جاي. كريستين بلغت الثمان سنوات لحد ما حصل الدمار الحقيقي في حياتها وغيرها للابد. كريستين في السن ده كانت بتتعرض للتحرش مش مرة ولا مرتين ولا عشرة، بشكل مستمر ومتكرر وشبه يومي، وده كان من احد افراد اسرتها اللي احنا مش عارفين اسمه اصلا. كريستين في الوقت ده نفسيتها تعبانة جدا، ومش دي الصدمة الاولانية. الصدمة التانية ان بعد ما تمت 13 سنة انطردت من مدرستها وهي لسه بتتعرد للتحرش. تمت 16 سنة، عائلتها اجبروها انها تتجوز راجل غريب عنها. قالت يا فرج الله خرجت من بيت اهلها على بيت زوجها اللي بدأ يعرضها لبيوت الدعارة علشان يتربح منها ماديا. كريستين غضبانة من كل حاجة، مجبرة على كل شيء. زوجها كان قاسي وقوي جدا، مش قادرة تقوله لأ لانها كانت بتتضرب ومجبرة برضو ان هي تعمل ده. غضبانة من كل حاجة في حياتها، وما قدرتش تتخلص من كل اللي بيحصل لها ده الا لما تمت 18 سنة. يا فرج الله بجد، وقدرت انها تخرج من منزل الزوجية المسيء جدا ده وترجع تاني على بيت عائلتها وتتطلق من زوجها. ما عداش وقت طويل وفي سن 18 برضو كريستين اتعرفت على شاب اسمه لوروي سميث. كده احنا اتعرفنا على قصة حياة كريستين في بدايتها، واللي هي والدة بروكي بطلة قصتنا عشان ما ننساش. تعالوا نتعرف على ليروي والد بطلة قصتنا وبداية طفولته لحد ما اتجوز هو وكريستين. ليروي حاله كان من حال كريستين ويمكن اسوأ. ليروي ابن الاب وام مهاجرين روسيين، هاجروا هما الاثنين على الولايات المتحدة الامريكية. لما كان ليروي طفل رضيع كانت حياته طبيعية جدا، لكن بسرعة كل ده اتغير بشكل ما يتصدقش، لانه بمجرد ما وصل لسن الخمس سنين شاف بام عينه نزاع بين والده ووالدته. بابا للعلم كان راجل عنيف، كان بيتشاجر هو ووالدته. فجأة وليروي معاهم في نفس الغرفة شاف والده هو بيسحب السيف من على الأرض وبيقطع راس والدته قدام عينه. ليروي في حالة صدمة مش مستوعب. على فكرة خمس سنين دي واعي، أنا فاكرة حاجات كنت بعملها في خمس سنين دي. المهم في النهاية الأب راح على السجن بتهمة القتل، والأم خلاص اتكلت على الله الله يرحمها. دلوقتي في ليروي وإخواته الثلاثة الأكبر منه. اخواته الثلاثة قالوا ان هم هيرعوه، لكن بسرعة جدا اخواته الثلاثة اكبر منه، يعني في حالة صدمة يمكن اكبر من صدمة ليروي، اخواته اخدوه ولبسوه سترة وحطوا جواها ملاحظة وركبوه حافلة وسابوه جريوا. للأسف الشديد ليروي لسه ما خرجش من صدمة اللي شافه من والده في والدته، قاعد في الحافلة لمدة ساعات، وفي النهاية السائق لما اكتشف وجوده ما اخدوش في اي حتة، رماه في احد زوايا الشوارع. لحسن الحظ واحد شاف ليروي وهو قاعد في الارض بيبكي، اخد وشاف الملاحظة اللي مكتوب فيها والده قتل والدته وحاليا والده في السجن وما عندوش اي مكان يعيش فيه، الطفل ده يتيم ياريت حد يهتم بيه. اخده بعد كده وداه لسيدة اخدت ليروي وقالت هتتبناه. السيدة دي كانت حالتها مزرية، سيدة مدمنة على الكحول بلا مأوى، عايشة في الشارع هي وعائلتها. أخدت ليوري وتربوا مع بعض، وأحسن حالتهم لما كان ليوري وعائلته الجديدة بيناموا في الخيم لأن أغلب أوقاتهم نايمين في الشوارع. لحد ما ليوري تم سن 16 سنة خرج من عائلته الجديدة وسابهم للأبد وراح
اتطوع او التحق بالجيش، معرفش ازاي في سن 16 اللي هو قبل ما يتم 18 سنة، لكن ده اللي حصل ودي المصادر. بمجرد ما تم سن 18 سنة خرج من الجيش واتقابل هو وكريستين، علشان بمجرد ما يتقابلوا هي حياة بأسة وهو حياة أبأس منها، ولقوا بعض واتجوزوا هما الاتنين. كده احنا اتعرفنا على كريستين وليوري اللي هما والد ووالدة بطلة قصتنا بروكي. بمجرد ما الاتنين اتقابلوا اتجوزوا بسرعة جدا وحبوا بعض بسرعة قوي. بعد زواجهم بثلاث سنوات انجبوا هما الاتنين اول ابنة ليهم واللي هي بروكي سنة 1953. بعدها بثلاث سنين تانيين 56 انجبوا ابنهم التاني اللي هو شقيق بروكي وسموه ترافيس. طبعا احنا متوقعين ان الناس اللي عانت في حياتها وفي طفولتها دي هيحاولوا يعوضوا اولادهم بكل الحرمان اللي شافوه، حرمان عاطفي مادي ايا كان، هيعملوا المستحيل، لكن ده ما حصلش. ليوري بعد ما خرج من الجيش اصبح ضابط شرطة، ولازم نقف هنا عن التعاطف مع ليوري للابد لانه لا يصلح لموقعه ده. ضابط شرطة فاسد جدا، راجل نرجسي، راجل قدام الناس كلها الصارم العادل الضابط المحترم، لكن في الاصل ان ليوري كان بيستغل شغله وموقعه اسوأ استغلال، وبدل المرة 100 مرة. يعني مثلا لما كان بيقبض على متهم في قضية مخدرات كان بياخد الحرز اللي هو المخدرات ده ويقسمه بالنص، نص ياخده ويشربه ويستمتع بيه في بيته، والنص التاني يديه لأحد الرجال اللي بيبيع المخدرات ويأمره ان هو يبيعه. بعد ما الراجل ده بيبيع المخدرات ليوري بياخد المال كله لنفسه، واللي بيباع له المخدرات ما يجرؤش يطلب منه تمن البيع اللي هو انا رحت واشتغلت لك وبعت لك فلوس، لا فلوس انت مجنون، ولو فتح بقه ليوري هيسجنه بتهمة بيع مخدرات، وتعالى بقى يا بياع المخدرات اقف قدام ضابط واتكلم معاه. حاجة تانية، ليوري كان شخص عنصري بنسبة كبيرة جدا، بيعامل المساجين بشكل حسب لون البشرة وحاجات مؤذية جدا كده. حاجة تالتة، ان ليوري اثناء ما كان بيدخل على بيوت الدعارة يقتحمها او حاجة، فكان لازم يعمل علاقة مع السيدات اللي موجودين وبأسوأ الطرق، وبعد كده ياخدهم على اسم الشرطة. ليوري اللي كان بياخد حرز المخدرات كان دولاب مطبخه مليان بكل انواع والوان واشكال المخدرات. النبيذ بالنسبة له كان زي المية اللي بيشربها، المتعة بتاعته في جميع انواع الادوية المخدرة، عايش حياته بالشكل ده. اما بالنسبة لكريستين اللي هي زوجته فما كانتش احسن منه في حاجة، كانت بتشرب بكميات مش طبيعية، عندها ولدين توقفت عن العمل مش عشان تراعيهم، علشان سهرانة طول الوقت في الحانات، ترجع تفتح الدولاب تاخد المخدرات اللي هي عايزاها، تستلقي على الاريكة وتشرب، وحواليها اولادها بيبكوا وكمامة في كل مكان ومخلفات في كل ركن في المنزل، ودي كانت الحياة. الاولاد لولا ستر ربنا ان هما كانوا عايشين، بياكلوا محدش بياكلهم، بيحميهم مفيش الكلام ده خالص، مفيش اي نوع من انواع الاهتمام. ليوري كان بيخون كريستين، كريستين عرفت واكتر من مرة تتكلم معاه في الموضوع ده. ليوري وصل بيه الامر انه يقول لكريستين عادي يعني وفيها ايه. كريستين اتجننت، هو ايه اللي عادي؟ خليته نايم في مرة وسحبت المسدس بتاعه وبدون اي تردد وضغطت على الزناد. لحسن الحظ ان المسدس كان فارغ من الطلقات، واعتقد ان كريستين ما كانتش تعرف المعلومة دي. بمجرد ما اكتشفت ان الطلقة طلعت في شنك، حطت المسدس تحت الوسادة وغاصت في نوم عميق جدا ولا كأنها عملت اي حاجة. في المرحلة دي بروكي تمت السبع سنين، والدها انطرد من شغله لان الشرطة اكتشفت انه بيسرق الاموال المحرزة من احد المتهمين. حاليا بروكي وكريستين هيغيروا حياتهم، هينتقلوا لمدينة جديدة، سافروا مع بعض العيلة بالكامل وقعدوا في احد الفنادق. ليوري بيخرج يشرب وفي مراحل جنون الشرب، كريستين في الحانات وفي نفس المرحلة، الاولاد في غرفة الفندق جعانين مش لاقيين الاكل، بيخرجوا من الغرفة ويطلعوا للضيوف اللي هم النزلاء اللي في الفندق ويطلبوا منهم ويتوسلوا ويتسولوا للطعام، عايشين حياتهم بالطريقة دي. وللعلم دي كانت اسعد لحظات حياتهم لما والدهم ووالدتهم ما يكونوش موجودين، لان بمجرد ما ليوري بيرجع للبيت كان بيعنفهم جسديا ولفظيا وبيعنف كريستين كمان. حرفيا التاريخ بيعيد نفسه، ليوري وكريستين عملوا في اولادهم اللي حصل لهم في طفولتهم. لكن بصرف النظر هندخل على المرحلة الجديدة، وهي ان ليوري قرر انه هيترك كريستين، بس ما مشاش لوحده، اخد بروكي وترافيس معاه.
مش فاهمة هو ليه عمل كده، هو مش الأب الحنون يعني؟ أخدهم وعاش مع صديقته الجديدة اللي كان بيخون كريستين معاها. الأولاد زعلانين وحزناء جدا، أو حزنانين، المهم زعلانين جدا وعايزين مامتهم، لأن بالنسبة لهم هي أفضل من أبوهم بكتير، على الأقل مش 24 ساعة بتعنفهم. أما بالنسبة لمامتهم فكانت عايشة في أسعد أيام حياتها، اتعرفت على راجل جديد اسمه ديفيد، راجل متزوج. قعدوا مع بعض فترة بسيطة جدا وديفيد قرر ينهي العلاقة دي، قال لها أنا راجل متزوج، عاوز أرجع لزوجتي وأولادي وأعيش حياة طبيعية. كريستين بقى، أنت إزاي تجرؤ؟ أنت عايز تسيبني أنا وتروح لمراتك؟ أنت مجنون؟ فضلت تطارد في ديفيد، تطلب تقابله، في دماغها إن هي عايزة تنتقم منه. ديفيد في الاخر وافق ان هو يروح يقابلها، لكن عمل حاجة عجبتني جدا، اخد زوجته معاه، لان من الواضح ان هو حكى لزوجته واعتذر لها، وزوجته عاوزة تتكلم مع كريستين كاشخاص بالغين وعاقلين، لكن كريستين ما عندهاش اي نوع من انواع العقلانية، في دماغها الانتقام وبس. ومجرد ما قرب ديفيد وزوجته من كريستين وسط الناس كلها في الشارع، كريستين داخلة عليهم، طلعت المسدس من جيبها وأطلقت أكتر من طلقة على ديفيد. لحسن الحظ إن ديفيد نجا من الحادثة دي، لكن للأسف بإصابات هتغير حياته مدى الحياة. أما بالنسبة لكريستين فاتسجنت بسرعة جدا واتحكم عليها بالسجن لمدة 14 سنة. حاليا بروكي عندها 8 سنين، بتروح المدرسة بتاعتها. الناس في المنطقة رغم إن هي عايشة مع والدها إلا إن البلد أو المدينة صغيرة، فالأطفال عارفين اللي حصل لوالدتها، بدأوا يتنمروا عليها وعلى حياتها وعلى والدتها، كانت نفسيتها تعبانة جدا. أما ليوري الأب الحنون جدا جدا، محبش إن يقول لترافيس إن والدته عملت كده وراحت على السجن، فبالنسبة له الأحسن إن يقول له أمك ماتت. ومش هو الشجاع للدرجة دي، ده إدى المهمة دي لبروكي اللي عندها 8 سنين دلوقتي، هي اللي تقول لأخوها ان امه ماتت، يعني هو التخلف العقلي. بدل ما تقول له ماما عملت حاجة غلط وبتتعاقب في السجن وهتخرج تاني، لا، امك ماتت. المهم وبسرعة جدا ليوري زهق ومل من فكرة الابوة، اب واهتمام، هو مفيش اهتمام اصلا، بس هو زهق وخلاص، وقرر انه هياخد اولاده الاتنين ويوديهم على دار الايتام. اعتقد ان دي احسن حاجة عملها في حياته في الفترة دي. بالنسبة لنا بنسمع كلمة دار الأيتام، قلبي حرام، أطفال مش عارف، الأولاد كانوا عايشين أسعد أيام حياتهم، بياكلوا أكل نظيف، بياكلوا أصلا، بيلبسوا، بيناموا على سرير نظيف، لاقيين الحب والاهتمام والمعاملة الكويسة، والأول مرة بيعيشوا طفولتهم. بعد فترة من الزمن، بالتحديد بعد سنتين، الغريب جدا إن تم إطلاق سراح كريستين، إزاي معرفش. المهم خرجت، قررت ان هي هتلم شمل الاسره، رجعت ليوري والحب القديم مره تانية، لان هما لسه متزوجين، كان انفصال عادي بس، وخدوا بعض هما الاتنين وراحوا على دار الايتام علشان يجيبوا اولادهم. بروكي وترافيز بيبكوا بالدموع، مش عاوزين يروحوا معاهم، عاوزين يفضلوا في الدار، بيترجوا المسؤولين، لكن المسؤولين مش في ايديهم اي حاجه، ابوهم وامهم هيروحوا معاهم. كان ليوري وكريستين بيجرجروا الاولاد وهم بيصرخوا مش عايزين يروحوا معاهم، وهم بيجرجروهم واخدوهم ومشيوا. ما تنسوش ان ترافيس عارف ان والدته ميتة بقاله سنتين، ده كل اللي هو يعرفه، حزن وبكى وبدأ ينسى لانه طفل وخلاص، وفجأة ظهرت امه قدامه، حيرة وصدمة وكل حاجة، لكن من كتر الفوضى في الاسرة دي ما اهتموش بصدمة الطفل اصلا. رجعت ريما لعادتها القديمة، الشرب، المخدرات، السهر، سايبين الأولاد لوحدهم، لحد ما بروكي كبرت ودخلت الثانوية، قررت إن هي هتعيش حياة طبيعية، هتبعد عن الناس دي وهتتعافى، لأن بمجرد ما اتخرجت من الثانوية التحقت بالجيش، ما قدرتش تستمر هناك. بعد شهور خرجت من الجيش بتسريح فخري، يعني ما عملتش حاجة غلط، خرجت بشرف يعني. بمجرد ما خرجت من الجيش ملهاش غير ملجأ واحد، واللي هو منزل العائلة. رجعت تاني، لكن لحسن الحظ أثناء ما كانت في الجيش كان ليوري وكريستين انفصلوا للأبد. أما بالنسبة لترافيس فخرج يعيش في الشوارع لوحده. كريستين وليوري كل واحد فيهم راح في اتجاه معاكس تماما. كريستين رجعت للكنيسة والتدين، وعايزة تبطل الكحول وتعيش حياة طبيعية وتساعد الناس، وبطلت شرب المخدرات والكحول تماما. اما بالنسبة لليوري فتعرف على واحدة بتدعي ان هي ساحرة. الساحرة دي كانت ست شريرة جدا،
بتعبد الشياطين، او خلينا نقول من طايفة بتعمل كده، يعني اللفظ هم حرفيا بيعبدوا الشياطين. اتعرفت على ليوري وقالت له انها تقدر تلقي تعويذات على اي حد عدو ليها وتقدر تنتقم منه. ليوري شخص عنيف اصلا ومش طبيعي، فحاجة زي دي لفتت نظره جدا وبدأ ينغمس مع السيدة الساحرة دي زعيمة الطايفة، ويروحوا هما كلهم في اجتماعات وينزلوا للطابق السفلي اللي في منزلها، ويقفوا في دايرة كلهم لابسين عباءات سودة وأقنعة، حوالينهم دوائر خماسية، وبيقولوا بقى وبيعبدوا الشياطين والحياة بيس. وده الطريق اللي مشى فيه ليوري. نرجع بقى لبطلة قصتنا بروكي، واللي كانت عايشة مع والدتها كريستين في نفس المنزل. علاقتهم هما الاتنين كانت سامة جدا، الاتنين تقريبا مش بيتعاملوا مع بعض، مش طايقين بعض. بروكي عايزة تخرج من الحياة دي، عايزة تبعد عن والدتها. بمجرد ما اتعرفت على شخص جديد كان اسمه ري، اتجوزوا هما الاتنين بسرعة. ري كان شخص لطيف جدا بطبعه، بروكي هو نجاة الحياة بالنسبة لها. حملت منه قبل الزواج، من قبل ما يتجوزوا، اتجوزوا فورا وانتقلوا وعاشوا مع بعض في منزل جديد لوحدهم. بعد فترة من الزمن ري حالته المادية صعبة جدا، بروكي مش عاوزة الطفل، مش عاوزاه، عاوزة تعرضه للتبني. ري مستحيل اعرض ابني للتبني، انا عاوز طفل يعيش معايا. بروكي اللي لو اي حاجة مش على هواها فهي ما بتلجأش غير للعنف. راحت تتواصل مع والدها ليوري اللي حاليا في عبادة الشيطان والتعاويذ والاذى والكلام ده، عايزة تدي درس قوي جدا لري. في يوم من الايام حد بيخبط على الجدة اللي هي جدة ري في منزلها. الجدة بتفتح الباب، اتفاجئت براجل مقنع وبيضربها بالطلقات. لحسن الحظ، ومعرفش كل الناس لحسن الحظ ليه في القضية دي كله بيعيش، المهم لحسن الحظ الجدة لسه عايشة. اما بالنسبة للحادثة دي كانت مجرد درس وتنويه كده، اللي هو لو ما سمعتش الكلام هتزعل. ري رضخ للامر الواقع ووافق فعلا عن ان هو يعرض ابنه للتبني، وده اللي حصل. وبعد فترة بسيطة والمتوقع ان الاتنين انفصلوا عن بعض تماما، انفصال وطلاق، وطفل راح للتبني ورجعت تاني بروكي تعيش مع والدتها كريستين في العلاقة الغريبة جدا، كأنهم ما يقدروش يستغنوا عن بعض، لكن الاتنين بيكرهوا بعض، مش طايقين بعض. بروكي شايفة والدتها ست متسلطة ومتحكمة في حياتها، وكريستين شايفة بروكي بنتها متسلطة على حياتها وبتحاول تتحكم فيها. وفي الواقع ان الاتنين كانوا متسلطين على بعض وبيتنمروا على بعض، يعني اللي هما فعلا نائر واتنين قرشانات قاعدين بيخبطوا في بعض في البيت كل شوية. الاتنين حالتهم المادية صعبة جدا، مفيش عائد مادي ثابت ولا عمل ثابت، فقرروا القرشانتين ان هما هيلجأوا للسرقة، ودي كانت مصدر رزقهم الوحيد او مصدر دخلهم الوحيد، بلاش رزقهم دي. المهم فضلوا عايشين فترة على الوضع ده لحد ما الاتنين اتقبض عليهم بتهمة السرقة واتسجنوا لمدة 30 يوم. خرجوا هما الاتنين القرشانتين وقرروا هيفكروا هنجيب فلوس منين، هيروحوا يصطادوا الرجالة مع بعض هما الاتنين، يلبسوا ملابس أنيقة ومثيرة جدا، ويروحوا يحضروا اجتماعات الـ AA اللي هي زمالة المدمنين بتاعة تبطيل الكحول. زمان كان الـ AA، دلوقتي اسمها AN اللي هو تبطيل أي نوع من أنواع المخدرات. يروحوا معرفش يختاروا الاماكن دي ليه، ويروحوا يحاولوا يتعرفوا على الرجال، يقابلوا راجل يصرف عليهم شوية ومع السلامة. لحد ما حياة بروكي اتغيرت بنسبة 180 درجة، قدرت بطريقة ما تحصل على عمل جيد جدا براتب محترم جدا، قدرت انها تشتري سيارة اسمها جاجورا اعتقد، سيارة لطيفة كده هحطها لكم. المهم يعني اشترت السيارة دي واشترت منزل جديد، واخدت والدتها وسافروا هما الاتنين على لاس فيجاس. الحياة بقت بامبي، فلوس، عيشة مرتاحة، سيارة، الحياة جميلة جدا. ولسه هما الاتنين بيحضروا اجتماعات الـ AA، لحد ما بروكي اتعرفت على راجل كان بيبطل ادمانه للكحول في الاجتماعات دي، اسمه هاورد. بروكي حاليا عندها 41 سنة، هاورد سانت جون عنده 35 سنة، راجل بيحاول يتعافى من الكحول ويمشي على المسار الصحيح، حاسة من ناحيته بالاسف جدا لانه وقعت في طريقه بروكي. الاتنين اتقابلوا، حبوا بعض بسرعة او اعجبوا ببعض بسرعة، المهم ان هما اتجوزوا برضو بسرعة خلال 3 اسابيع بالظبط، وانتقل هاورد مع كريستين وبروكي في منزلهم الجديد. كريستين مش طايقة، كارهة وجود هاورد بكل الاشكال، مش عاوزاه،
طول الوقت مشاكل، حرفيا مشاكل طول الوقت، كل ساعة مصيبة جديدة. ده غير المشاكل اللي بين بروكي ووالدتها كريستين اصلا، اللي طول الوقت بروكي جابت اخرها، انا مش عايزة الست دي، الست دي هتخرج من حياتي خلاص، انا زهقت منها. خرجت من المنزل وراحت اشترت شاحنة او كرفان متهالك جدا جدا، وودته على موقف سيارات قريب من منزلها. اخدت والدتها من ايديها ووصلتها لحد الموقف، قالت لها امي ده منزلك الجديد ويلا مع السلامة طريقك اخضر، وسابت والدتها ورجعت تاني على منزلها وعاشت مع هوارد، ومشاكلهم كلها اتحلت خلاص. معداش وقت طويل بروكي حالتها المادية بدأت تبقى وحشة قوي، تسيء جدا، معلش هنتحمل بعض بقى. المهم حالتها المادية بدأت تسيء جدا، لأنها بتصرف زيادة عن إمكانياتها، بتصرف ببذخ لدرجة إن هي ما كانتش قادرة تدفع أقساط السيارة الجديدة، مش قادرة. لجأت لهوارد زوجها، أنا محتاجة مساعدتك، أمريني هنعمل إيه؟ إحنا هننصب على التأمينات، هناخد السيارة دي وهنولع فيها ونطالب التأمين. وفعلا أخدوا السيارة وولعوا فيها، واتصلوا بالشرطة وقالوا لهم إن السيارة بتاعتهم اتسرقت، وبسرعة جدا الشرطة قدرت تعثر على السيارة المحروقة، وأخدوا من التأمينات 18,000 دولار. إحنا الكلام ده في 1994، يعني مبلغ مالي محترم، 18,000 دولار. بروكي رجعت تاني لحياة الرفاهية ومبسوطة وفي أسعد أيام حياتها، لكن الشرطة مركزة في موضوع حرق السيارة ده، اللي هو في حاجة غلط، يعني السيارة كانت محروقة بفعل فاعل، محدش سرقها فككها باعها، في حاجة غلط. فقرروا ان هما هيستجوبوا هاورد، بروكي مستحيل تقبل ان يحصل لها اي مشكلة بشكل ما بطريقة ما. فكرت وقررت ان هي هتقتل هاورد. الراجل ماشي في امان الله في المنزل، اتفاجئ ان بروكي واقفه قدامه ماسكه المسدس وبتضربه طلقه في رقبته، الدم خرج زي النافوره، والحمد لله وسبحان الله هاورد قدر يعيش وخرج يجري في الشارع، الحقوني ساعدوني زوجتي بتحاول تقتلني. الشرطه وصلت في دقايق وقبضت على بروكي، لكن ولسوء الحظ خرجت في الوقت اللي هاورد خرج فيه من المستشفى، يعني هو بمجرد ما تعافى هي خرجت من قسم الشرطة، ما راحتش حتى تتحاكم لأن مفيش أي دليل ضدها على إنها عملت كده. بمجرد ما هاورد تعافى من اللي حصل له، بروكي راحت تقول له هعمل لك كل اللي انت عاوزه، عاوز سيارة جديدة هجيب لك، عاوز منزل جديد هجيب لك، أنا تحت أمرك في أي حاجة، بس أرجوك اوعى تبلغ عني الشرطة، أنا آسفة. وللأسف هاورد المسكين صدقها وسامحها وما بلغش عنها، ورجع مرة تانية يعيش معاها. بعد أيام، مش أسبوع، بعد أيام من تعافي هاورد، في ناس لقوا جثته على ضفة النهر القريبة جدا جدا من منزل بروكي. الشرطة راحت بسرعة قبضت عليها أثناء الاستجواب، أنا ما عملتش أي حاجة. الشرطة عارفة إنها حاولت تقتله قبل كده ومتأكدة إن هي اللي قتلته، لكن ده دليل ظرفي، اللي هو أكيد هي، مفيش أي دليل مادي. وفعلا فلتت بروكي من مقتل زوجها اللي لحد النهاردة مفيش أي دليل ضدها. حاليا بروكي رجعت وعايشة لوحدها، قالت ترجع النائر بتاعها اللي هي والدتها، أخدتها من نفس الموقف اللي سابتها فيه، ست كبيرة في السن عايشة في كرفان متهالك جدا، تعالي يلا هنعيش مع بعض، احنا ملناش الا بعض في الآخر. ورجعوا فعلا هما الاتنين يعيشوا تاني مع بعض، كريستين في أسعد أيام حياتها عايشة تاني، ست أنانية بس عسولة. المهم رجعت تاني مع بنتها، بدأت تكون صداقات، ومعايشين دلوقتي في لاس فيجاس والحياة جميلة، وتعرفت على ناس جديدة وبدأت تروح معاهم اجتماعات الاي اي. ما ننساش ان هي زمان كانت بسبب جوزها ليروي ولا ليوري، المهم يعني بسبب زوجها، كانت مدمنة على الكحول، كانت مستمرة في اجتماعاتها والدنيا جميلة. اما بالنسبة لبروكي فكانت حياتها بأسة جدا، مش قادرة تعيش، مش قادرة تكمل حياتها في لاس فيجاس، حالتها النفسية وحشة قوي. راحت لمعالج نفسي، بدأت تحكي له عن كل افكارها واحاسيسها. المعالج قال لها كل مشاكلك دي بسبب والدتك، حاولي تبعدي عنها وتنفصلوا انتوا الاتنين. طبعا ليوري ست انانية، بتاخد مني فلوس بصرف عليها، ما بتهتمش بيا، متسلطة عليا، ست ست ست، وافتكرت كل طفولتها والمآسي اللي عاشتها. هنقف هنا ثانية، بروكي في مكانها وفي موقعها ده هي صح في كل افكارها،
امها من طفولتها وهي بتتعذب معاها، ست انانيه، ست متسلطه، ست فيها حاجات كتيره قوي ووحشه. تقريبا بروكي ما استفادتش من كونها بنت الام استفاده واحده، ما طبطبتش عليها في يوم من الايام. ست شخصيتها صعبه جدا، لكن بعد كده وافكار بروكي هي مش صح فيها. انا مش مقتنعه باي حاجه من اللي هيحصل بعد كده اصلا. في يوم من الايام واحده من اصدقاء كريستين بتخبط على منزلها هي وبروكي، عاوزه تاخد كريستين يخرجوا بقى اجتماعات، ياكلوا يشربوا يعملوا ايا كان. بتخبط، بروكي بتفتح لها الباب. الصديقه سالتها فين كريستين، بروكي ردت عليها وقالت لها انا والدتي مش عايشه هنا، سابت البيت ورجعت عاشت مع اخويا الاصغر ترافيس. الست استغربت لانها عارفه من كريستين ان ترافيس بلا مأوى، مشرد وعايش في الشوارع، لكن تقبلت الموضوع واوكي تمام وشكرا ومع السلامه. طبعا احنا عارفين ان بروكي شال واحد كريستين خلاص. عدى سنتين كاملين على اختفاء كريستين لحد تاريخ 5 فبراير 2001. احد مدراء وحدات الخزائن، وحدات الخزائن دي زي غرف صغيره الناس بتأجرها وتحط فيها الحاجات القيمه، بس غرف كبيره. احد المدراء بيوصلوا تقارير، بيقرا التقارير لقى شكاوي ان في ريحه، ريحه موت بالنص كده في احد وحدات الخزائن، ومش عارفين الريحه دي طالعه منين بالظبط. المدير خرج يتفقد كل وحدات الخزائن لحد ما وصل للخزنه 317. الخزنه دي بتملكها بروكي لي ويست. الراجل فتح الخزنه، اكتشف ان في حاويه تقريبا عمقها كده 45 جالون او بيسموها، المهم انها كبيره كده حلوه وريحتها وحشه جدا، محكمه الغلط بسترتش وسوليتيب او الحاجات اللزق دي، ومش قادر ان هو يشوف حاجه، مش شايف منها حاجه. بيقرب اكتر، متاكد ان الريحه خارجه منها. بيقرب اكتر، شاف سائل على الارض نازل من الحاويه لونه اسود. بسرعه بلغ الشرطه، والشرطه حضرت فورا. نتحمل بعض في المرحله اللي جايه دي. الشرطه بمجرد ما دخلت بتفتح الحاويه دي وبتشيل الاكياس البلاستيك من عليها، اكتشفوا طبقه من اليرقات الميته، تحتها في جسم متحلل. بالنظره كده انت عارف ان ده جسم بشري، بس اي حد ما يتوقعش ان ده جسم بشري من المنظر اللي كان فيه. الجسم كان عامل شبه مربع، نصه صلب ونصه الاعضاء الداخليه متسايله منه. كان واضح ان الراس كانت ملفوفه بكيس بلاستيك. مش عارفين سبب الوفاه، مش متوقعين سبب الوفاه، ولا قدروا يعرفوا اصلا من حاله الجسم. كان لونه غريب جدا، تحلله كان مختلف بشكل غريب جدا، الوضع كان صادم. اخدوا الجثمان او البقايا او الرفات دي على التشريح، عرفوا ان دي جثه كريستين سميث والده بروكي لي ويست. راحوا قبضوا على بروكي وبداوا يستجوبوها، وسؤال صريح، انت قتلتي والدتك؟ قالت لهم لا، انا اخدتها حطيتها في وحده الخزانه وجوه الحاويه، لكن ما قتلتهاش، انا امي ماتت موته طبيعيه. يعني نكرت انها قتلتها، لكن اعترفت انها حطتها في الحاويه واجرت وحده خزانه مخصوص وقفلت عليها واتكلت على الله. طب ازاي اشرح لنا؟ قالت لهم انا والدتي كنا في رحله بريه ونايمين في احد الفنادق، نمت صحينا من النوم اكتشفت ان انا والدتي ميته، خفت جدا لان انا كنت متهمه في محاوله جريمه قتل هاورد، قلت انتوا هتتهموني فيها، اخدتها واجرت الوحده وحطيتها فيها وقفلتها ومشيت. مفيش اي دليل ضد بروكي، لكن مش هيسيبوا الست دي. الحلو جدا احنا لازم نشكر الحشره اللي هي الذبابه المنفوخه او القلبوزه دي. بعد التشريح والعلماء بقى والخبراء قالوا ان مستحيل، خلينا بصوا احنا هندخل في مرحلة علمية. يلا يا ولاد هعلمكم درس حلو، نظبط بس القعدة. البني ادم اول ما بيموت، سوري يعني اللي انا بقوله ده، بعد دقيقة بالظبط بيكون وصلوا الدبانة اللي هي المنفوخة التخينة دي، بتعرف ريحة الموت بشكل سبحان الله، هي بتتغذى عليه اصلا طول حياتها بشكل مش طبيعي، وبتوصل بسرعة تقريبا سرعة الضوء، في ثواني تكون وصلت لريحة الشخص اللي مات من قبل ما من مجرد ما بيموت. من بعد دقيقة بقول لكم سبحان الله بتعرف ريحته. لو كانت بروكي ما قتلتش والدتها ووالدتها اوريدي ميتة واخدتها علشان تدخلها للوحدة وتحط الحاوية وتدخلها فيها
وتبدأ تلفها، مستحيل تاخد والدتها وتعمل كل ده في أقل من دقيقة. من رابع المستحيلات، الاحتمال الأولاني كده بروكي 100% هي اللي قتلت والدتها. الاحتمال التاني إن بروكي أخدت كريستين وحطتها جوه الحاوية دي وهي على قيد الحياة، ولفتها وقامت ماشية وسايباها لمصيرها لحد ما ماتت. وده اللي كان أكيد 100% علميا. أدي أول دليل مادي. تاني دليل، بعد ما بروكي بدأت تتحول للمحكمة، إن لقوا بصمة أصابع على الحاوية. دلوقتي في دليل أصلا تتحول للمحكمة، بعد كده لقوا بصمة الأصابع، وحاليا بروكي متهمة بجريمة قتل مع سبق الإصرار في حق والدتها كريستين سميث. طيب عشان بس ما تسقطوش مني، عرفوا ازاي ان الحشرة دي هي اللي حلت القضية؟ لما الجثة اتشرحت تشريح دقيق جدا، اكتشفوا ان الحشرة ما وصلتش للجسم. لما قلتلكوا اتحللت بطريقة مختلفة وغريبة، الحشرة ما حللتهاش اصلا، اللي حللها حاجات تانية. يعني التحلل الطبيعي ما كانش في جثة كريستين، فاكيد ان الحشرة ما وصلت لهاش. يعني زي ما قلنا مستحيل تحطها في دقيقة، يعني الست دي رايحة وهي عايشة ملفوفة واتكلت على الله جوه الحاوية. تمام، نخش على اللي بعده. اول دليل مادي واللي هو الحشرة اللي هي الذبابة، تاني دليل كان بصمة الاصابع، تالت دليل كان ان بروكي بتصرف من شيكات الصرف الاجتماعي او التضامن الاجتماعي بتاعت كريستين والدتها، والشيكات دي كانت بمبلغ مالي محترم. مش بس كده، عارفين ترافيس اخو كريستين الاصغر كانت بتصرف الشيكات بتاعت التضامن الاجتماعي بتاعته. احنا عارفين ان الراجل ده خلاص في الشوارع واختفى من زمان، بس هو مش هيصرف شيكات التضامن الاجتماعي بتاعه وهو عايش في الشارع؟ بنسبة 100% بروكي قتلت الراجل ده او اخوها الصغير. الشرطة بدأت تستجوبها في مقتلها لهاورد، اللي متأكدين خلاص ان هي، في مقتلها لاخوها. نكرت كل ده وقدروا بس يثبتوا عليها بالأدلة المادية ان هي قتلت والدتها. اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة مع عدم امكانية الافراج المشروط، واتكلت على الله في 60,000 داهية. دلوقتي ما تصعبش عليكم بروكي يا جماعة، ما ينفعش تصعب عليكم اصلا. حتى لو عاشت ايه في حياتها، كان عندها اكتر من شاهد بيقول لها يا مؤمنة بالله قتلتي، حاولتي الاول تقتلي الجدة وربنا سترها وعاشت، حاولت تقتلي هاورد وربنا سترها معاكي برضو، كان ممكن تطردي والدتك يا ستي وترميها في الشارع بس ما تقتليهاش. كان عندها حلول كتير وربنا عمال يديها شواهد كتير جدا وما عندهاش دم برضو. نسيت اقول لكم ان اثناء ما كانوا بيفتحوا وحدة الخزانة، لقوا ان في كتب لعبدة الشيطان ونجوم خماسية وحاجات كده، وقعدوا يسألوا بروكي، والناس بدأوا يقولوا ان هي من عبدة الشيطان، لكن بروكي قالت ان ملهاش اي علاقة بالجو ده، هي مسيحية وما بتعبدش غير ربنا وبس. وبس غرض في 60 ده، وخلصت قضية النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو عاوزين تشوفوني تاني. وحشتوني جدا، اقسم بالله انا حاطه لكم روج احمر. انا بقول لكم ايه، انا شايفه وشي في المرايه اول مره احط ميك اب كده من زمان جدا جدا. طيب على فكره تقيل قوي، بس هو ربنا ساترها كده ان في التصوير والاضاءه والكلام ده كله هاديه، بس انا حطيت روج عشان اثبت لكم ان انا حاطه ميك اب اوفر. قولوا لي الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، لان انا خرجت من حته كانت مضايقاني قوي في حياتي وتعباني واذياني بشكل ما، وايا كان اللي ربنا عاوزه كله اكيد للخير. ادعوا لي وقولوا لي الحمد لله على السلامه، وربنا يروق بالي ويروق بالكم ويكرمكم بكل خير يا رب. واهلا وسهلا، ما تنسوش الاشتراك واللايك، اهم حاجه اللايك. يلا مع السلامه.